اخبار اليوم قصيده اسمها الرساله لكل الجماعات الارهابيه لكل الجماعات التكفيريه لكل الدول العدائيه لكل الناس بصفه عامه مش هتكلم بصفة فردية يعني لكل البشرية لا ولم ولن تسقط جمهورية مصر العربية مهما كانت قوة العدو العددية أو أسلحتهم النووية عشان ما فيش جمهورية مصر العربية اللي عندهم قوة غير عادية أولها الإيمان برب الناس وثانيها الفداء والتضحية يا ريت كل الدنيا تفهم لن تسقط جمهورية مصر العربية لكل الناس لكل ارهابي لكل تكفيري لكل واحد من البلد او بره البلد لو في شهيد مات في الف بيتولد احنا بلد صنعوا التاريخ لا احنا اصلا التاريخ من قبل ما يصنعوا القنابل والصواريخ لو كنت مش شايف تبقى مكفوف احنا التاريخ من ايام السيوف لو حبيت تعمل في نفسك معروف اتفضل اقرا التاريخ وشوف احنا بلد بتعدي الصعب مهما كانت الظروف لكل التكفيريين لكل الارهابيين انتوا عارفين بتحاربوا مين المشكله انكم فاكرين ان هو ده حكم الدين طب اعتبروني معاكم هاتولي دين من الاديان بيحلل قتل انسان عشان كده بنقول على الارهابي خسيس وجبان نصيحه حاول تراجع نفسك قبل ما يفوت الاوان طب هسال سؤال بتعمل إيه لما بتسمع صوت الأذان؟ بتصلي؟ ولا بتدور عملية تخريب في كل مكان؟ ولا بتدبر لمظاهرة في كل ميدان؟ أحب أقول لكم مفيش داعي. الشعب دلوقتي فاهم، مقدر، واعي. في ناس كتير منها أنا متغاظ. بس أدبي وحيائي مش قادر أقول ألفاظ. أنت ليه مش عايز تفهم يا سائل؟ إحنا اللي عبرنا خط برليف وهزمنا إسرائيل. قالها عبد الناصر زمان لا قصد الزعيم الراحل عبد الناصر قبل ما يموت هنحارب حتى بالنبوت احنا مش هممنا الموت ومهما كان في طريقنا اي شيء محطوط هنعدي وهنفوت ده مش كلامي ولا كلام بشر ده كلام رب الملكوت لكل المتربصين اوعوا تنسوا احنا مين احنا مش اي دولة احنا مش اي شعب احنا المصريين اوعى حد فيكم ينسى احنا مين بتحاربونا بالمعلومات اشمعنا احنا بالذات عايز اقول لكل الناس انسوا اللي فات لكل الابهات لكل الامهات احنا بلد عندنا اصل وتاريخ وتقاليد وعادات ومن عوايدنا وقت الشده رجاله هات مصر اصيل مش بيحب بلده استحاله مصر هتفضل فوق الروس متشاله مصر هتفضل بلد الامان دي مذكوره في القران من رب الجلاله هما فاكرين ان مصر هتخلص ولو ماتوا شويه هتنقص لا دي مصر ولاده كل يوم بتزيد زياده مات شهيد يتولد عشره ماتوا عشره تتولد ميه وبرضه مصر هي هي مصر الجميله البهيه هي دي دوله عاديه دي دوله شجاعه وانسانيه احنا من يوم ما اتولدنا بنحب مصر بلدنا وعلى رب الناس اعتمدنا هنخليها احسن لينا ولولادنا مهما كان الثمن غالي هتفضل يا بلدي في العلالي فداكي في نفسي وروحي ومالي مهما كان الثمن غالي هتفضل يا بلدي في العلالي حتى لو كان الثمن ارواحنا نموت فداها وننصب افراحنا كل يوم يا مصر في تقدم وازدهار وكل يوم بيطلع فيك نهار يزداد شعبك بالافتخار وعايز اقول لكل ارهابي تكفيري من البلد دي انت عليها عار الارهابي لما يموت ريحته بتبقى وحشه مهما اتغسل اما الشهيد ريحته بتبقى مسك يضرب بيها المثل شكرا